بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم احنا متواجدين لتأدية فعالية مبادرة حلوة من منظمة الهجرة الدولية الIOM بالشراكة مع منظمة الحدباء لحقوق ذوي الإعاقة لتنظيم هذا السباق الماراثوني للأشخاص ذوي الإعاقة والغير ذوي الإعاقة لتعزيز دمجهم بالمجتمع وكذلك لإثبات وجود الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم أشخاص قادرين على المشاركة في السباقات وفي العمل وفي كل شيء. صار سنين مهمشين ذوي الإعاقة وأعدادنا كثيرة وكبيرة صارت خصوصاً بنينوى، يعني 360 ألف ال 500 ألف كإحصائيات منظمات إنسانية مو كإحصائيات حكومة، يعني تسليط أضواء أنه يعرفون الناس أو الحكومة إحنا ذوي الإعاقة نقدر ندخل ونندمج بأي شيء، رياضة، أعمال، وظائف، يعني حقنا حق أي شخص. أنا إحدى مشاركات مهرجان ماراثون من ذوي الإعاقة، شاركنا على مود التحفيز وتسليط الضوء لذوي الإعاقة، لأن إحنا اليوم ذوي الإعاقة منسية، ماكو أي جهات لا حكومية لا من منظمات يدعمنا، وطلعنا على مود يعني نبين للمجتمع وللناس حالنا حالهم، نشارك ونطلع.